شاكرة للجميع مشاركتهم لنا هذا المحفل الهام. وتزور المحكمة الدستورية العليا اليوم باحتضانها لاجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك في حضور هذا الجمع المتميز والغفير من قمم القضاء الأفريقي وكبار رجال الدولة المصرية ومؤسساتها وشيوخ القضاء المصري والمجتمع الدبلوماسي المعتمد لدى جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة الأفاضل، إن استضافة المحكمة الدستورية العليا سنويا لهذا الاجتماع رفيع المستوى والذي يهدف إلى جمع شمل القضاء الأفريقي وتوحيد كلمته حول المسائل الشائكة ذات الاهتمام المشترك التي تؤثر في تنمية الظروف المعيشية في جميع دول القارة السمراء واستقرارها، هو وريد للرؤية الثاقبة التي توليها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التعاون القاري على مستوى أفريقيا، والذي تلتزم به مصر تجاه الأشقاء الأفارقة بحكم وضعها المحوري والإقليمي والتاريخي.